ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ولد الباشا وزوجة الفقيه، الحلقة الأولى. حيثما يكون الاحتلال والاستعمار يكون الخونة وعملاء الاستعمار. لسنا هنا بصدد الكشف عن سر، سجلات التاريخ حبلى بالدروس والعبر والنماذج، ولم يكن المغرب استثناء. في دفاتر النصف الأول من القرن العشرين يسري الحديث عن باشا تازة ونواحيها عبد الله المقطوع. كان رجلا متجبرا، وكما أبناء أعيان الاستعمار كان للباشا المقطوع ولد يتابع دراسته في المدارس الفرنسية. كان مدللا، كيف له أن لا يكون مدللا وهو ابن الباشا؟ عاد المال الذي كان ينفقه بغير حساب ما دام لا يهتم بمصدره، ورث الفتى عن والده تسلطه وتجبره، ولم تفده في شيء مبادئ الحرية التي جاءت بها الثورة الفرنسية التي حدثه عنها أساتذته الفرنسيون. كان ولد الباشا عبد الله المقطوع واسمه فؤاد من الذين يعتبرون أنفسهم فوق كل قانون، لا تحد نزواتهم حدود، وويل لمن يعاكس أمزجتهم. كان ولد الباشا يتابع دراسته في مدرسة داخلية في الرباط. نحن الآن في العام 52 900 وألف. في ذلك العام حصل فؤاد ولد باشا تازة وأحوازها على شهادة الدروس الثانوية، وللاحتفال بنجاحه دعا ثلة من أصحابه إلى مرافقته في رحلة العودة إلى تازة نهاية السنة الدراسية. ولما علم والده بمقدمه أصدر أوامره إلى أعوانه وممثليه في القبائل المحيطة بتازة ليعدوا لاستقبال ولده وأصحابه بما يليق بهم. ما كان لخلفاء الباشا وأعوانه أن يردوا له أمرا، فهو ولي نعمتهم وصاحب الفضل عليهم. حل الفتى المدلل وأصحابه بقبيلة غياتا، وكان الخليفة فيها من أبناء المنطقة. كان رجلا معروفا بدهائه. على مدى السنوات استطاع أن يجنب أهل منطقته غضب الباشا عبد الله المقطوع وطغيانه. كان لا يعصي له أمرا خشية من بطشه وطمعا في ترقية وزيادة في السلطة. وصل فؤاد ومن معه إلى بيت الخليفة إدريس بن حماد الذي استقبله بحفاوة بالغة وأحاطه بالعناية التي تليق بمقامه. أمضى في ضيافة الخليفة 3 أيام. في اليوم الأخير نصبت خيمة عظيمة لاحتضان حفل ساهر أحضرت له عدة فرق فولكلورية. ابن الباشا عبد الله المقطوع يستحق كل العناية. كانت الفرصة مواتية لأسرة الخليفة إدريس بن حماد للترويح عن النفس والاستمتاع بالموسيقى. كانت نساء أسرة الخليفة تتابعن السهرة من الشرفة المطلة على الخيمة. كانت للخليفة بن حماد بنت اسمها حليمة، كانت وقتها في 15 من عمرها. كانت جميلة، ومن حين لآخر كانت تطل من الشرفة، وفي لحظة رمقها ولد الباشا. سأل الخليفة عمن تكون، رد بأنها ابنته، فما كان من فؤاد المدلل إلا أن طلب من الخليفة أن تحضر له الفتاة كأس شاي من البيت وتجلس في مجلسه. لكم أن تتصوروا الحرج الذي أحس به الخليفة. طبعا ليس بمقدوره أن يرفض لولد الباشا طلبا. تسلل الخليفة إلى منزله، ذهب إلى زوجته يطلب منها أن تقنع حليمة بأن تحمل صينية الشاي إلى مجلس ولد الباشا.
لم تستطع الأم إرغام ابنتها على ذلك، فالطفلة نشأت لا ترى من الرجال إلا والدها والشاب الفقيه أحمد بن صالح الذي كان مكلفا بتعليمها وتحفيظها القرآن الكريم. وبعد جهد جهيد نزلت الفتاة عند رغبة أبيها، فقد رأته للمرة الأولى في حياتها يرتجف خوفا، كان خائفا من ابن الباشا. أشفقت لحاله فحملت الصينية وقدمت كأسا من الشاي إلى فؤاد الذي أمرها بالجلوس إلى جانبه. تجاهلت وقفلت عائدة من حيث أتت، لم يكن يصدق، وكيف له أن يصدق أن البنت تجاهلت. لحق بها، كانت الأنظار تتبعه، كان يريد أن يجبرها بالقوة على الجلوس في مجلسه. مد يده إلى ذراعها يريد أن يمسكها، كانت في يده الأخرى كأس الشاي. صدته حليمة، يا لهول ما قامت به الفتاة بنت الخليفة. أعاد الكرة في تلك المرة، صدته بقوة، انقلب كأس الشاي الساخن وانسكب ما كان به على وجه الفتى المدلل فؤاد ولد الباشا عبد الله المقطوع. يا للجريمة، جمع أصحابه وغادر ساخطا على الخليفة. مضى وهو يهدد بأنها ستأتيه صاغرة ذليلة، كان يقول إن والدها الخليفة نفسه سيأتيه بها رغم أنفه وأنف قبيلته. انفض الحفل، وهل بقي من حفل بعد غضب ابن الباشا؟ راح كل إلى حال سبيله، وبقي الخليفة المسكين وزوجته عائشة بنت الفقيه الشنقيطي يبحثان عن حل يقيهما شر هذا الفتى المدلل. توجه الخليفة إلى صهره الفقيه، وكان إمام مسجد القبيلة ومرشدها الديني ومستشاره الخاص، فأشار عليه بحل يتقي به شر الباشا وابنه. بالنسبة للفقيه الشنقيطي، كانت الفرصة مواتية ليذكر الخليفة بأن الشاب الذي كلفه بتعليم حليمة كان قد تقدم لخطبتها منذ أزيد من سنتين، وأن سنها حال وقت ذاك دون تزويجه. رأى الفقيه أن حفيدته بلغت الآن سنا يتيح تزويجها، بل نصح بالتعجيل بذلك حتى إذا أمر الباشا بإحضارها كان الرد أنها متزوجة. تجاوب الخليفة مع رأي الفقيه الشنقيطي وزوجها الشاب أحمد بن صالح. كانت الفتاة مغرمة بمدرسها، ولكنها كانت تكتم حبها. مرت أيام ستة لم يأتي من عند الباشا خبر ولا مرسول، وحسب الخليفة أنه نجا من بطشه وبطش ولده، ولكنه كان مخطئا في ظنه. في اليوم السابع جاء من يدعو الخليفة إلى مجلس الباشا بتازة. دون تأخير ركب سيارته الفخمة وحمل من الهدايا ما يليق بسيده علّه يكفر بها عن عصيان ابنته. وما أن أقبل على الباشا حتى عاجله بسؤاله عمن تكون تلك اللعينة التي تجرأت وشقت عصا الطاعة على ابن الباشا. رد الخليفة أنها ابنته حليمة، نعتها بالطائشة والحمقى، وقال إن ذلك دأبها مع كل العائلة. كان الرجل يحاول أن يختلق الأعذار التي يحسب أنها ستنجي فلذة كبده من غضب الباشا الذي يسعى للثأر لابنه المدلل. بدا الباشا وكأنه لم يصغ إلى ما قاله خليفته في قبائل غياتا، وطلب منه أن يحضرها إن كان حريصا على الاحتفاظ بمكانته. رد بأنها متزوجة وأنها في عصمة الشاب الفقيه أحمد بن صالح الشنقيطي معلم القرآن في القبيلة. صم الباشا أذنه عما قاله الخليفة وأمر أن يساق إلى دار الضيافة، وأوحى إلى أحد زبانيته أن تصد كل الأبواب في وجه الخليفة، وأمر آخرين أن يذهبوا إلى غياتة ليحضروا حليمة وأن يتم إحضار عدلين. بعد ساعات أحضرت البنت مقيدة اليدين والرجلين، وجيء بوالدها الخليفة الذي أجبره الباشا على تزويجها لابنه فؤاد. قال له إنه مراعاة لما يكنه له من مودة قرر تزويج ابنه فؤاد من حليمة، وإنه كان بوسعه أن ينحو منحا آخر. لم يجد اعتراض الخليفة وقوله إن ابنته في ذمة رجل آخر، وزفت الفتاة مرغمة إلى فؤاد ابن الباشا، زفت إليه دون رضاها، زفت إليه وقد تركت في البيت زوجا من أنبل الأزواج. دخل عليها معتقدا أنها أصبحت ملكا له، ولكنها كانت حاضرة جسدا وغائبة عقلا. تجاهلته ولم تشاركه المأكل ولا المشرب، تمنعت، ولكن تعلقه بها اشتد.
أشاحت بوجهها عنه فتغيرت أحواله ولم تعد أجفانه تعرف النوم وفقد شهية الأكل. ولما علم والده الباشا بذلك نصحه بتطليقها ووعده بتزويجه ممن هي أحسن منها جمالا ومقاما، ولكنه لم يزدد إلا تعلقا بها. كان الباشا قد أوصى في شأن ولده صديقه الحاكم العسكري للمنطقة ليساعده على الالتحاق بالمدرسة العسكرية بباريس، فرتب له كل شيء وحان موعد السفر إلى فرنسا، حيث اشترى له أبوه شقة في حي من أجمل الأحياء الباريسية. سافرت معه حليمة إلى باريس، وجدت نفسها حبيسة شقتهما الباريسية طوال أيام الأسبوع. لم تكن تعرف كلمة واحدة من الفرنسية، ولكن صديقا لفؤاد وجهها إلى مدرسة خاصة قريبة من المنزل. وجدت في تلك المدرسة متنفسا للخروج من تعاستها وطريقة للتواصل مع أفراد المجتمع الجديد. وفي الوقت الذي كان فؤاد يتابع دراسته في فنون الحرب، غايته التخرج برتبة ضابط، كانت حليمة تأخذ نصيبا من التعليم. في شهور تعلمت من الفرنسية ما يتيح لها التواصل مع محيطها الجديد، وأيضا قراءة الكتب. أقبلت على القراءة بنهم شديد، كانت تتابع أخبار أسرتها من خلال مراسلاتها مع أحد الأقارب. كانت جل أخبارهم سارة إلا ما تعلق بزوجها وحبيبها الفقيه الذي أصيب بانهيار عصبي وأدخل إلى الماريستان بفاس. هناك ازدادت حالته تدهورا، ولكن أقارب له جاءوا من شنغيت وأخذوه إلى وجهة مجهولة. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. ولد الباشا وزوجة الفقيه، الحلقة الثانية. في العام 1955 كان المغرب يعيش غليانا مسترسلا. كان المقاومون يستهدفون عملاء الاستعمار وأعوانه. كانت حليمة تتابع من باريس ما يعتمل على المشهد المغربي. كل يوم كان يكبر أكثر خوفها على مآل والدها الخليفة إدريس بن حماد. وعت وهي في باريس أن والدها كان محسوبا ضمن الخونة، كما كان محسوبا ضمن عملاء الاستعمار الباشا عبد الله المقطوع والد فؤاد الذي أرغمت على الزواج منه وهي في عصمة رجل غيره، هو الفقيه أحمد بن صالح الشنقيطي، الذي كما رأينا في الحلقة الماضية تدهورت حالته العقلية وجاء أهله من شنقيط وأخذوه إلى وجهة غير معلومة. حصل المغرب على الاستقلال وتبخر الخونة واختفوا من مواقعهم. عدد منهم سعى إلى التلفع بلفاع ينسجم مع الفجر الجديد ويتماهى معه. كان في جملة من اختفوا من المشهد والد حليمة الخليفة إدريس بن حماد الذي اصطحب معه والدتها وأخاها وأختها. طال الأمد ولم تتوصل بخبر يطمئنها عن مآلهم. زادها ذلك حزنا على حزن يلازمها منذ أن أجبرت على فراق زوجها الفقيه بن صالح الشنقيطي. في خضم تلك التطورات تخرج فؤاد من المدرسة العسكرية بباريس. كان محظوظا إذ تم ترشيحه ليكون من الأوائل الذين أدرجوا في لوائح الضباط الذين سيشكلون النواة الأولى للجيش المغربي. وكان والده قد أبلغه في إحدى رسائله أنه استطاع بفضل أحد أصدقائه الفرنسيين أن يشتري له ضيعة تقع بين القنيطرة والرباط بها منزل محترم. أبلغه أنه لجأ إليها بمفرده وهو في مأمن بفضل صديقه الذي يسهر على راحته ويحضر له كل ما يحتاج إليها، كما حثه على كتمان السر إلى غاية أن يعود إلى بلاده. في العام 1956 وقد استعاد المغرب استقلاله، عاد فؤاد إلى الرباط مع حليمة. فبينما كان هو يعلم مكان وجود والده، كانت هي لا تعلم شيئا عن مصير أسرتها ولا عن مآل زوجها الفقيه. بدت وقد استسلمت لقدرها، إذ لم يكن لها مفر من معاشرة فؤاد القبطان فؤاد الذي تم إلحاقه بالقيادة العليا بالرباط. مكنه منصبه من أن يلتحق بوالده، وبالمال الذي كان قد تمكن من إخفائه حين فراره اشترى منزلا فسيحا في حي الليمون.
ضم إليه والده وأبقاه متواريا على الأنظار. ورغم الحقد الذي تكنه للوالد والابن معا، لم ترد حليمة أن تبلغ عن مكان وجود الباشا الخائن، بل سعت بكل الوسائل أن تجعل مقامه في كنف ابنه في منأى عن الأخطار، وكأنها بذلك تقوم بما لم تسعفها الظروف للقيام به تجاه والدها. استقرت الأوضاع في المغرب وصعد نجم فؤاد وكثرت أشغاله، حتى أنه لم يعد يجد وقتا لمواساة والده الذي تدهورت صحته، ولم يعد يقوى على الخروج حتى إلى الحديقة، بل لا يكاد يبرح الجناح الخاص به في الفيلا خوفا من أن يراه أحد ويبلغ عنه ما دام اسمه مدرجا في لائحة الخونة الذين صادرت الدولة أملاكهم. وكانت حليمة الملاذ الأخير للباشا عبد الله المقطوع، تسهر على أن يتناول دواءه في الأوقات المحددة. لم يرزق فؤاد الولد من حليمة، ولم تسعى هي إلى ذلك، كانت راضية لأنها في قرارة نفسها لم تكن ترغب في ولد من فؤاد الذي ازدادت مشاغله، ولم يعد يأتي إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل وهو في حالة سكر متقدمة، ينام بمجرد وصوله. في ليلة باردة من فبراير من العام 58 900 وألف، مات الباشا عبد الله المقطوع. كانت حليمة وحدها حاضرة إلى جانبه تحاول أن تخفف عنه سكرات الموت وتذكره بنطق الشهادتين. تأثر لذلك، بكى وهو يحتضر، كان يود لو يستطيع طلب الصفح منها، ولكن قبل أن يودع الدنيا أشار إليها أن تفتح صندوقا كان بالقرب منه يودعه أشياءه الخاصة، وأن تخرج منه كيسا صغيرا. أفهمها أنه يهبها ما بداخل الكيس، أخذته ولم تفتش ما بداخله، وبعد لحظات أسلم الرجل الروح. ولم يأتي ابنه فؤاد إلا بعد منتصف الليل سكرانا كعادته، أخبرته بموت والده. كان للخبر وقع طعنة السكين، خر أرضا يبكي كالطفل. في تلك الليلة رغم كثرة ما تناوله من خمر لم يغمض له جفن، كان يبكي كالطفل. وفي الصباح هاتف أحد زملائه الذي تكلف بالجنازة التي مرت فيما يشبه السرية. تمضي الأيام رتيبة، لم تتمكن حليمة من الوصول إلى خبر عن حبيبها الفقيه بن صالح الشنقيطي، بالرغم من أنها أنفقت الكثير من مال فؤاد. تغير الكثير من مظهرها، بنت الخليفة بن دريس صارت امرأة عصرية، لم تعد تلك الفتاة الخجولة، راحت ترتدي من الملابس أفخرها وتنتقي من الجواهر أغلاها ومن المجلات والكتب ما تملأ به فراغا قاتلا يتركه تفرغ زوجها الكامل لوظيفته. ستعلم لاحقا أن الفقيه أحمد بن صالح بقي في ضيافة أبناء عمه بالدار البيضاء حتى شفي من مرضه وانخرط معهم في تجارتهم. ذات يوم علم عبر الصحف أن الكوماندار فؤاد المقطوع كان في استقبال وفد من الضباط الأمريكيين حلوا بالمغرب في زيارة صداقة. هاجت في داخله ذكريات مريرة، فالكوماندار فؤاد هو الذي أخذ منه زوجته وعليه أن يثأر لكرامته، كذلك فكر وهو يستشيط غضبا. أعد العدة وحصل على بطاقة تعريف مزورة لم يعد فيها لبن صلاح أثر، واتخذ لنفسه لقبا في الحالة المدنية وأصبح يتسمى إدريس بن لفقيه. شد الرحال إلى الرباط يقتفي أثر غريمه، لا شيء يهمه سوى الانتقام وإذا أمكن إنقاذ زوجته. بعد بضعة أيام تمكن من معرفة مكان عمل الكوماندار فؤاد، غير أنه لم يستطع أن يصل إليه لصعوبة الدخول إلى مقر القيادة العليا لغير العسكريين أو من يدخل في معاملة معهم. مقابل ذلك استطاع معرفة مقر سكناه بعدما تأكد من صورة السائق الذي يقود سيارته. تتبع خطواته على مدى 10 أيام. كان أثناء ذلك يبيت متنكرا في أحد الفنادق القديمة في حي السويقة. صارت له لحية كثة تغطي ملامحه، تعمد عدم تغيير ملابسه حتى بدا من المتسولين، وبهذه الطريقة أصبح من السهل عليه أن يتحرك في حي الليمون، بل وأن يتربص ساعات وساعات. على مدى 6 أيام لم يرصد أثرا لحليمة، وكاد أن يتخلى عن الأمر،
لولا أنه رأى ذات صباح ربيعي سيدة بالزي العصري تخرج من الفيلا وتذهب راجلة رفقة امرأة تظهر أنها خادمتها إلى السوق البلدي. اقترب منهما يسترق السمع، فجاءه أن السيدة الأنيقة ليست إلا حبيبته حليمة. اقترب منها يطلب صدقة، لما أعطته جهر لها بالدعاء علها تتعرف على صوته، لكنها لم تتعرف عليه. قصد إلى الحمام العمومي وتخلص من أوساخه وأسماله وحلق لحيته وعاد شابا عاديا. توجه نحو ثكنة مولاي إسماعيل يريد الانخراط في الجندية متطوعا لأربع سنوات. كان مستواه التعليمي يؤهله لذلك. بعد حين كان مع زمرة من الجنود الجدد يخضع لتدريب مكثف. تخصص في المحاسبة، كان يعلم أن ذلك التخصص سيصل به إلى القيادة العليا وسيكون بوسعه أن ينفذ خطة رسمها للثأر والانتقام من فؤاد بن الباشا المقطوع. كان له ذلك، وبعد أقل من سنة كان مؤهلا في ميدان المحاسبة، ووجه بطلب منه إلى القيادة العليا حيث شاءت الأقدار أن يكون أقرب من غريمه. التحق بعمله الجديد وأبان عن انضباط وطاعة لرؤسائه ما أهله لدخول مكتب المحاسبة الذي يتعامل مباشرة مع فؤاد الذي يعتبر الآن رئيسه الأعلى. أصبح الآن يخطط للاقتراب منها. كان يفتقر إلى مساندة من شخص واحد هو حليمة، التي كان أيام العطل الأسبوعية يسعى للاقتراب منها خلسة، متنكرا في صفة متسول متشرد. واصل بذل الجهود ليصبح مساعدا للمحاسب الأول. استطاع أن يلفت إليه الأنظار، كان أول من يحضر إلى مكتبه وآخر من يغادر. اقترب عيد الأضحى، وكانت المصلحة التي يسهر عليها الكوماندار فؤاد تتكفل باقتناء أكباش العيد للضباط والجنود العاملين في القيادة العليا. وكان المحاسب الأول في عطلة عندما قرر فؤاد أن يكلف من سيقوم باقتناء الأكباش، فلم يجد سواه ودعاه إلى مكتبه حيث سلمه لائحة بأسماء المستفيدين وعناوينهم ومبلغا من المال يكفي لشراء الخرفان، وأمره أن يذهب مبكرا إلى السوق ويشتري ما هو مطلوب، ثم يسلم كل ضابط أو جندي كبشه في داره. أخذ المبلغ والقائمة وسلم عليه سلام الجندي المطيع وانسحب متوجها نحو الباب، لكن الكوماندار أمره بالعودة وطلب منه أن يقتني له كبشا يليق بمقامه. صارت الآن قريبة فرصته. للمرة الأولى سيدخل بيت فؤاد وسيكون أقرب إلى حليمة. هل ستتذكره؟ سنعرف ذلك غدا. ملفات بوليسية. ولد الباشا وزوجة الفقيه، الحلقة الأخيرة. في اليوم المعلوم استيقظ الفقيه بن صالح الشنقيطي الذي صار الآن جنديا يحمل اسم إدريس بن الفقيه. استيقظ مبكرا، كان عليه أن ينفذ المهمة الموكولة إليه. ذهب إلى السوق واشترى الأكباش وسلم كل واحد من المستفيدين كبشه، ثم توجه إلى حي ليمون إلى منزل الكوماندار. حاول الدخول بدعوى إحضار كبش العيد، ولكنه لم يفلح لأن زوجة الكوماندار لا تقبل أي جندي في خدمتها سوى الحارس الذي لا يتجاوز مدى تحركه المدخل والمرآب. عاد خائبا إلى مقر عمله، وعندما رآه فؤاد صاح في وجهه: ألم تذهب بعد إلى السوق؟ إنها 11. أجابه باحترام أنه قام بالمهمة. سلمه ما تبقى من المال فزاد تقديره، إذ لم يكن ينتظر أن يكون المبلغ الذي خصصه لهذه المهمة يفوق المطلوب. ولكي يكافئه على حسن أدائه لعمله رخص له في عطلة لمدة أسبوع للذهاب إلى مسقط رأسه ككل الجنود. رد عليه أنه وحيد ولا أهل له، وأن عائلته هي الجندية وبيته هو الثكنة. ذهل الضابط لهذا الموقف ولم يعقب. قبل العيد بيومين استدعاه الضابط إلى مكتبه وطلب منه إن كان في إمكانه أن يقوم بذبح أضحيته يوم العيد، فرد بالقبول. كيف يرفض فرصة جديدة للاقتراب من الحبيبة؟ طلب منه أيضا أن يظل في حراسة بيته طوال اليومين اللذين سوف يتغيب فيهما حارسه الخاص بعد ذبح الأضحية.
فقبل المهمة ووجد فيها ما سيقوده إلى زوجته واستعد للموعد المرتقب. أفاق فجر يوم العيد وذهب إلى الحمام، لبس ملابس مدنية جديدة، صار مظهره يساعد حليمة على التعرف عليها. قصد بيت الكوماندار، وقبل أن يقوم بالمهمة التي جاء من أجلها سعى إلى إسماع صوته للتي في البيت. أمر الجندي بإحضار الكبش، توجه نحو القبلة وكبر بصوت مرتفع، تلا آيات قرآنية كان يعلم أنها تحمل دلالات بعينها في نفس حليمة. أقبل على الكبش ونحره، كلف الجندي بالسلخ وصار يترصد ما إن كان ما قام به قد خلف صدى لدى من في البيت. فجأة وقع بصره على حليمة، كانت تطل من شرفة غرفتها، كانت دموعها تسيل على خديها، كانت مذهولة. أوكل إلى الآخر مهمة السلخ قصد صرفه عن أمره، وبدأ يلاحظ من مكانه ماذا كان رد فعل حليمة التي رآها تطل عليه من شرفة غرفتها والدموع تنهمر من عينيها وهي مذهولة. ودون أن يترك الوقت يضيع وسعيا وراء التخلص من الرقيب، بادر إلى تقطيع اللحم كله ليودع الآخر الذي كان يريد أن ينتهي بسرعة من مهمته ليلتحق بأهله. ودعه وأقفل الباب، ثم عاد إلى مكان الأضحية. وجد حليمة وقد نزلت من غرفتها في ملابس النوم، نادته باسمه ورد عليها باسمها، تأكدت أنه هو وارتمت في أحضانه. أدخلته إلى الصالون وجلست بجانبه تستعجله أن يقص عليها ما حل به، حكى لها معاناته بكل تفاصيلها. لم يشعر بالوقت يمر وهما في الصالون، عمت رائحة الكبش الأرجاء، فقد كان يرتدي اللباس الذي استعمله لنحر الأضحية. توجهت إلى الحمام وأحضرت كل ما يلزم وساقته ليزيل ما علق في جسمه من تلك الرائحة. وأثناء اقتياده إلى ذلك المكان كان يرتجف خوفا من عدوه الذي يمكن أن يأتي في كل وقت ويفاجئه على هذا الحال. طمأنته بأنه لن يأتي إلا بعد منتصف الليل. ورغم الأعوام التي مضت ظلت حليمة تعتبره زوجها الشرعي، استسلم لها وترك لها المبادرة حتى انتهى من الغسل، فأحضرت فوطة وملابس داخلية جديدة وقادته إلى القاعة الكبرى المخصصة للضيوف وأجلسته في أحسن مكان، ثم حلت محله في الحمام تعد للقياه. طوال المساء لم يكن لهما من حديث سوى مأساتهما، لم يشعر بحلول الليل إلا بعد أن رن جرس الباب، وقد مر على منتصف الليل أزيد من ساعة. أسرع أحمد إلى ملابسه العادية ارتداها وهرع إلى الباب ليفتحه، تظاهر بالنوم فوجد أمامه شبح الكوماندار فؤاد الذي شل الخمر كل حركاته ولم يعد يقوى على المشي. استعان به للدخول إلى الدار، وما كاد يصل إلى البهو حتى سقط على الزربية، ولم تسر حليمة للقائه لأنها كانت قد تعودت على مثل هذه الحالة. نادت على إدريس تطلب منه أن يساعدها على إيصاله إلى أقرب لحاف ليتم نومه فيه، وعند اقترابهما منها وجد أنه أحدث في ثيابه. تعمدت أن تهينه أمام الجندي بأن نزعت سرواله ووضعته بالقرب منها، وأقنعت إدريس بأن ينام بجواره. لما أفاق في الصباح وجد نفسه في تلك الحالة، أسرع إلى الحمام تحت أنظار الجندي الذي تظاهر بغض الطرف، وأسرع إلى المكان المخصص للحارس في انتظار ما قد يقع مستعدا للأسوأ، ولكن شيئا لم يحدث، حيث سرعان ما خرج الضابط من الحمام وصعد إلى غرفة نومه، ارتدى ملابس عسكرية نظيفة وهرع إلى السيارة مخبرا حليمة أنه متوجه إلى القنيطرة حيث سيقضي يومه. أدار محرك السيارة وانطلق. أقفل أحمد الباب وعاد إلى حبيبته التي تزينت له. شعر بالحرج، فطنت بذلك، فطلبت منه أن يكف عن الأمر لأنها تعتبره زوجها الشرعي. رأى الفقيه أنها بفعل ما عانت أصبحت أقوى منه وتتصرف دون أن تخشى بطش فؤاد،
لكنه أقر العزم على التخلص منها، إذ لا معنى لتحمل كل الإهانات للوصول إلى الهدف، وقد سارق بقوسين ولم يبق له سوى إيجاد الوقت المناسب لقتله أو أن يأخذها ويختفي إلى الأبد. أخبرها بقراره فلم توافق، طلبت منه أن يقضي هذا اليوم في الاستمتاع بسعادتهما. خلال عشاء أخبرته أنه لن يحتاج إلى قتل فؤاد لأنه صار شبه ميت وما عليه سوى الانتظار. في الصباح استيقظ الكوماندار كعادته وأسرع إلى ملابسه العسكرية ليلتحق بالمكتب، وقد انتهت عطلة العيد. وما أن وصل إلى الطابق السفلي حتى أمرته أن يسرح الجندي بضعة أيام ليستريح بدوره من العناء الذي تكبده خلال العطلة، لم يتردد في الموافقة ثم مضى مسرعا. لم يكن الجندي يعلم ما يدور بخلدها، أقبلت عليه تبشره بأنهما سوف يقضيان مدة إضافية مختفيين عن أعين الناس في الضيعة التي ورثها عن أبيه. قضت معه أسبوعا كاملا. ذات يوم ذهبت حليمة لحاجة لها خارج البيت، وعادت بعد ساعتين وهي تكاد تطير فرحا، وأحوالها تشير إلى أن حدثا سعيدا حصل. دون مقدمات أخبرته بأنها حامل. شاركها أحمد الفرحة التي غمرتها، ولكنه سرعان ما انتبه إلى أن الشك يخالجه في أن يكون الجنين للآخر. ضحكت ساخرة وقالت إنه مصاب بالعقم. مرت الشهور وقد علم فؤاد بالحمل، وكاد يطير فرحا معلنا لأصدقائه أنه سوف يصبح أبا عما قريب. في تلك الأيام وقع عليه الاختيار ليذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاجتياز تدريب، وبقدر ما كان مغتبطا أصيب بخيبة أمل إذ لن يكون حاضرا يوم الولادة. جاءها المخاض فحملها أحمد إلى المصحة، لم تمض إلا ساعة حتى وضعت. كان المولود ذكرا كما تمناه فؤاد، الذي كتب إليها رسالة عن طريق البريد العاجل أخبرها بعودته بعد 15 يوما. ذكرها الخبر بمأساتها. أخبرت أحمد أنها سوف تجعل حدا للمأساة بالاستيلاء على كل ما في الصندوق والذهاب معه بعيدا. أعدت العدة واتصلت بأحد أعوان فؤاد في المكتب وطلبت حضور حارس للبيت بدلا من العسكري إدريس الذي انتهت مهمته، وغادرت الرباط نحو الدار البيضاء التي كان أحمد قد مهد للاستقرار فيها نهائيا، وتركت فوق مكتب فؤاد رسالة تخبره فيها أنها ترد له الصاع صاعين، فبقدر ما حرمها من زوجها إلى الأبد فإنها بدورها قررت أن تحرمه من ابنه إلى الأبد. عاد الكوماندار فؤاد فعجل بالذهاب إلى بيته، كان خاليا، لا الزوجة تنتظر ولا المولود موجود. وجد الرسالة، كانت صدمته قوية. فتح دولابه الخاص، أخرج مسدسه وصوبه نحو فمه وضغط على الزناد. خر على الأرض. سمع الجندي المكلف بالحراسة الطلقة النارية فهرع إلى الغرفة. كان الكوماندار على الأرض والدم ينزف من فمه وأذنه. لما حضر الإسعاف كان الضابط قد فارق الحياة. حضرت الشرطة ووقع إبلاغ القيادة العليا بانتحار الكوماندار فؤاد. هب جماعة من الضباط السامين، اطلعوا على الرسالة التي تركتها حليمة، سعوا إلى تحميلها مسؤولية انتحاره، وصدرت في شأنها مذكرة بحث على المستوى الوطني. لم تعلم حليمة بالأمر إلا بعد عدة أيام، لما قرأ أحمد في الصحف خبر وفاة الكوماندار فؤاد في ظروف غامضة. لما أخبرها بذلك بادرت إلى العودة إلى بيتها في الرباط مرفوقة بابنها، فوجدته مطوقا من كل الجوانب. لما تعرفوا على هويتها سيقت إلى مفوضية الشرطة. حاول العميد المكلف بالبحث أن يقحمها في موت فؤاد، لكنه وجد أمامه امرأة متمكنة من نفسها، فلم يفلح في أن تعترف له إلا بأمر واحد، وهو أنها تركت له تلك الرسالة لتجعله يقلع عن إدمان الخمر الآن وقد صار أبا. قالت إنها كانت تتوقع منه أن يستجيب، ولكن حماقته أملت عليه أن يجعل حدا لحياته.
لم يجد العميد بدا من إغلاق الملف وعرضه على النيابة العامة التي سمحت لها بالعودة إلى منزلها دون أي متابعة.